مساء الخير عليكم. فوالا معكم دقيوس ومقيوس فلوجن. حنا ماهوش معودين نديرو فيديو، ربما اول مره نديرو فيديو اللي تبارطاجا في لي ريزو سوسيو، مي اليوم كان درنا فيديو باسكو كاين حاجه تريز امبورطون، حاجه اللي قاستنا بزاف، ودرنا فيديو باش نجاوبوا على كاين حاجات لازم نوضحوهم للجمهور، الناس تعرفهم، وباش نجاوبوا على كاين امور تحطت في ريزو سوسيو. دابور نجاوبوا الناس اللي راهي كل يوم تسالنا في الشارع، الناس اللي نتلاقى بهم، الناس اللي نتلاقى بهم بولادهم العائله تاعهم باختو، اللي راهم يسالون على لا سيري دقيم سمقيوس 3 اسكو تكون هاد العام ولا ما تكونش. حنا درنا لا فيديو جوستومون باش نجاوبوهم، ماكانش موان واحد اخر باش نجاوبوهم كامل. دونك نجاوبوهم باللي حنا هاد العام درنا دقيم سمقيوس 3 سيزون صح، وصورناها وراهي في ميني واجده، وصورناها في تونس، وهاد العام حبينا نديرو حاجه واحده اخرى، يعني بروبوزيسيون ارتستيك واحده اخرى، معناتها كبرنا الكونسيبت تاعنا، درنا 20 حلقه وكل حلقه فيها 20 دقيقه وفيها حكايه وفيها بنيه دراميه وفيها يعني فيها شخصيات، فيها ريبونديسمون، فيها بليزيوغ زاكس. دونك وحتى استعنا بالمخرج الكبير اللي هو المخرج محمد غوك، المخرج التركي اللي كان صور مسلسل مشاعر، وكان صور مسلسل تلك الايام اللي وقفوه. اي صورنا ديسمبر ولا جونفي ولا كملنا في ديبي جونفي، كملنا والسيناريو كان تكتب في الصيف. وكيما كان الحال دوك حنا حبينا نديرو حاجه واحده اخرى، حبينا باش ما يبقاش دقيوس كيما كان بتي كونسيبت، حبينا نطوروه. لو راف تاعنا حلمنا باش يكون نقولوا هاد الناس دقيوس مقيوس كان راح يفوت في قناه الشروق، مي مع الاسف وقفوه هذا البارح ولا اليوم، سمعنا اخبار بلي وقفوها ديفينيتيفمون، ممنوع من العرض تاع ما يتعرضش في قناه الشروق. دونك لاسباب اللي راح نتكلموا عليها من بعد. وكاين حاجه واحده اخرى ماذا بينا برك نجاوبوا على بعض لي كومونتير، باسكو شفنا دي باج حطوا بداو يتكلموا على البروديكتور تاعنا اللي تعاملنا ديجا معاه في مشاعر، تعاملنا معاه اللي هو بروديكتور تونسي، بداو الناس تكتب وتجبد عليه اشاعات وكذا، وحنا على بالنا شكون اللي جبد الاشاعات والكلام هذا. تو سامبلومون سي دي كونكيرون تاع الدومين، دي جون اللي قلقوا من هذا السيت باسكو يخدم مليح ويعرف خدمته مليح، ماذا بهم هما وحدهم الدومين هذا واحد ما يخدم فيه. هاد الناس سي لي ميم لي سو سون لي ميم لي كانوا بالاسباب باش يحبس مسلسل تلك الايام عنده عامين، ومسكين هاد السيد داروا له قالب، هاد السيد داروا له قالب وطردوه مسكين لتونس بلا حتى سبة غيرك. بيان سور ذاك الوقت الاستعانة تاع دي جون اللي كانوا في السيستيم اللي دوكا راهم في الحبس. فوالا نقطة ثانية، الناس قالت اللي شفناها في ريزو سوسيو، أنا والله ضحكتني، قال لك حبسونا بس تو سامبلومون تكلموا على رئيس الجمهورية تبون. إشاعات إشاعات، جو با حنا نتكلموا على رئيس تبون. لا سولمون السيناريو هذا كتبناه صافي 6 موا، دونك قبل الفوت، قبل ما كناش عارفين كاع واش وصل. 6 شهور قبل الانتخابات، وصافي ميم با اسكو راح يكون الانتخابات، وصافي ميم با شكون كان راح يكون بريزيدون. دونك كيفاش نكتبوا نضربوا خطر من حنا ولا كيفاش؟ ودرنا شخصية اسكوبار اللي هي انسبيري من لا سيري ماركوس، دونك الشخصية هذه ما تسقط على حتى ما عندها حتى علاقة مع حتى انسان. يعني الناس اللي كتشوف ما عندها حتى صلة لا من قريب ولا من بعيد على شخص رئيس الجمهورية، يعني جو ميم با لابور، يعني حنا 6 شهور انا نقول بلي كتبنا السيناريو، كيفاش تقدر يعني سانسيرمون كيفاش تقدر؟ اي اون بليس نو حنا سي فري هذا العام كيما قلت كبرنا الحكايه، دونك شخصيه اسكوبار اون في بارتي من الحكايه يعني، وكان حتى العصابه تكمل على العصابه، يعني كيما قلت كاين حكايه قصه، حتى العصابه ما ذكرناش اسماءهم، درنا اسماء مستعاره باش هكذا نجلبوا الحساسيه. دونك انا جو با الناس اللي راهي تهضر هكذا، ما فهمتش انا صراحه، يا اون سي ميم با شكون هذا اللي قرر وقال المسلسل هذا ما يفوتش، جاري با كومبوندر سانسيرمون، كيفاش تقرر انت تحبس مسلسل والبروبليم باش يخرجش الحلقات، كان 20 حلقه بالضبط ماشي يخرج، كيفاش تحبس المسلسل كان ما يخرجش؟ شكون هاد الناس اللي راهي ديسيدي؟ شكون هاد الناس اللي راهي تقرر وتقول هذا المسلسل يفوت ما يفوتش؟ مو يفو فيزيوني، تشوف الحلقات ما تقول هذه ماهيش في بلاصتها، ولا راك تهضر تكونفيرمي باللي صح، راك نهضروا على فلان ولا على فلان. يعني صراحه حتى لو كان هاي مثلا نجعلوها صح ونقولوا ادميتو بلي حنا هضرنا على الرئيس بينا كامل الشخصيات هاي مثلا، هاي يعني سي كوا المشكل زعما؟ واش راهم متوقعين يصرا؟ زعما الناس كي تشوف دقيوس مقيوس في رمضان صاير راح تخرج مظاهرات والبلاد تتكسر ودقيوس مقيوس عندهم الحق، ولا كيف كيفاه طلايف باش واحد يامن بحكايه كيما هذه؟ الناس ما كان حتى مسلسل ولا عمل فني راح ينوض الناس للشارع، الناس ما تخرجش للشارع كي تشوف مسلسل ولا تشوف حاجه كوميك ولا، الناس تنوض للشارع كاين اسباب اللي تخليها تنوض،
الثوره الفرنسيه كي دارت ماشي الفنانين اللي نوضوها ولا سي با موليير ولا بالزاك ولا ايميل زولا اللي نوضوه ولا الثوره البولشوفيه في الروس ولا سي با تولستوي ولا دوستويفسكي ولا كاين حاجه واحده اللي تخلي الناس تخرج للشارع، حاجه واحده اللي تخلي الناس تطور، سي الباتش تاع الحكام، سي الحقره، سي با الفن، الفن اللي لو مودري با غوفرني با لي زارتيست، اللي غوفرني با لاجون، با لي زانتيغي، با لي لوبي، سي با سي ني با با لي زارتيست. نو سولمون هكذا العباد راح يحرموا الناس بيان اون كونفينمون راهم قاعدين في ديورهم. لوفر هذه اللي درناهاش وخدمنا مقلوبنا وحطينا كاع قلوبنا باش نرضيو الشعب هذا ونوريو له حاجه شابه نخرجوا على الاوردينار باسكو علاش ما بالك اوموري دي نديرو حاجه تافهه نهضروا على قلب اللوز والبقلاوه لا حنا حبينا اون بليس هاد الناس اللي حبسوا هاد البرودوي انا قلت لكم جو سي با شكون والله ماني عارف شكون هذا الشخص ولا هاد الجماعه ولا هذا الربع عباد ولا 10 جو سي با مي هاد الناس هادو انا نهضر معاهم اسكو خممتوا في هاد الناس اللي راهم كونفيني في ديارهم، الناس اللي حابه تضحك، الناس مسكينه مقنوطه، كاين ناس زواوله، كاين ناس مساكن كاين اللي راهم محرومين، علاش تحرموهم؟ خلي الناس تضحك اسيدي، صافا يعني كاس كي باس باسي كي الناس تشوف داك يسمو قيصه، حيني نو، خلي الناس تضحك، كاين دراري صغار احنا بزاف الناس تلقى بهم وليو ولادي يشوفوا واحد يجوز لي وليدو في التليفون، ولاد الناس عندهم 3 سنين يشوف، تحرموا هاد الناس من لما العائليه هذه، شكون هاد الناس اللي ميديسيد ما جاريت با كومبوند، شكون انتوما باش تقرروا تشوفوا في التليفون، وشكون انتوما باش تعرفوا خير من انتوما الفن. ما برمو تعرفوا الفن خير منا شكون هاد الناس هادو حاجه واحده اخرى تانيك اسكو على بالكم بالكارثه اللي درتوها بالكارثه اللي هي نو سالمو الناس اللي راهم محرومين مساكن ما يشوفوش مي اوسي لي زارتيست اللي خدموا هاد العام كان 45 ممثل خدموا في دوك سامبيوس 45 ممثل مينيمو اللي تعبوا اللي خدموا مساكن وما خلصوش دورهم الدواش وكي هاد البرودوي ما راهش يجوز زين سي نورمال الدراما يدوهمش هاد الناس كيفاش راح يقابلوا العائلة تاعهم عندهم عام ما خدموش خدموا في عام واحد كيفاش راح نديروا هاي نون سالمون اون سي با سكي باس باسي من بعد ان شاء الله الكورونا هذه ان شاء الله تزول مي اون سي باللي يوغا ان كريز بالك ما على باليش مي صدر من ذاك الوقت باش تزيد تخدم اسمع عام واحد اخر باش تزيد تخدم وكي تخدم اسمع وقتاش تخلص حنا في دارنا كي تخدم بالكونترا تاعك وريقلو وما تخلصش وتبقى تسينا 6 شهور 7 شهور كيفاش الناس هادو كيفاش راح يعني اساسا اسكو خممتوا في هاد الناس اسكو خممتوا في هاد الناس هاد الفنانين في السيتويان جيريا اسكو خممتوا فيهم كيف راح يستسقوا العامين هادو شكون راح يخلصهم خاصهم نتوما ما تجيبكم الشهريه تاعكم ولا كيفاش اونكور اون فوا ما تقدرش تحبس حاجه هكذا برك بلا ما تشوفها هذه اللي حبيت تسمى نركز عليها مليح باسكو سي ان جوست سي ان جوست انا لو بروبليم سي كو انا جاري با كومبون شكون ما كان حتى بيان رسمي ما كان حتى جهه رسميه تبلد هذا الشيء وقالت بلي حنا جاري با شكون اي وزاره اي مؤسسه ما فهمتش انا شكون هاد الناس يا خويا هاد الناس هادو اللي راهم يشوفوا بون دابور يشوفوا المسلسل دابكور 20 حلقه وكي يخرجوا يديروا بيان قال هذا المسلسل وقفناه على على على, على هذا الشيء كنت نقولوا بلي حنا الجزائر الجديده انا كنت نشوف الخطابات تاع رئيس الجمهوريه لي بخومي طون كان دائما يتكلم يقول وهي الحاجه الاولى اللي كان يهضر عليها كان حريه التعبير وحريه الصحافه والسينما والفن انا جو ديزي تي سي بيان بوغ اون فوا بريزيدون يعطي حيز كبير يتكلم على الفن ويتكلم على السينما وقال بلي الجزائر الجديده واحد ما يتحكم في الجزائر الجديده هذه الجزائر الجديده العام الاول في رمضان تقابلنا هكذا تحبسونا برودوي تحرمونا تحرموا الناس هذه هي الجزائر الجديده يعني توت لي جينيراسيون في البلاد هذه توت لي جينيراسيون تاع الفنانين محقورين تحقروا توت جدي بيان توت اوكي جينيراسيون بدات حقها رانا نتلاقى بهم ناس كبار فنانين كبار مساكن مظلومين وما يحبوش يهضروا الناس فينا ونبانوا معاهم حنا مساكن مي حنا ما نتحقروش باسكو حنا نورمالمون رانا في الجزائر الجديده دونك ماذا بيا باسكو رانا في الجزائر الجديده الجهه هذه تتبنى تتكلم ما على باليش الا كانت الرئاسه تتكلم الا كانت الوزاره تتكلم يقول يا خويا يخرج هذا المسؤول هذايا داكور يخرج يقول هذا العمل بعد ما شفناه يفوت يشوفوا دابور بعد ما شفنا هذا العمل قررنا لانه كذا وكذا وكذا والصحافه تبداو لها داكور صحفه تقول احنا الا كان واحنا عندنا الحق تاع الرد سي كوم سا تصرا في الجزائر الجديده ماشي في الصحافه تقولوا حريه التعبير وكذا وكذا ومن تحت حاجه واحده اخرى دونك فوالا ان شاء الله حنا يمكن كيفاش يقولوا نستناو بيان رسمي لانه حاجه كيما هذه واحد مره خاسر لانه واحد ما يتزيد على واحد كيحب الوطن حنا ثاني كنحبوا بلادنا حنا ثاني مانيش تاع فتنه باسكو نتوما كي حبستنا البرودوي راكم طاكسيو فينا راكم تقولوا بلي هذا الناس راهم يديروا فتنه علاش نديروا فتنه حنا حنا راه نديروا في الفن واش دخلنا في السياسه ولا دخلنا في نتوما اللي راكم تسيسوا في كل شيء دونك ماذا بينا هاد الناس هادو يديروا لنا بيان رسمي ويتكلموا يواجهونا يواجهوا الناس يواجهوا الفنانين يواجهوا العالم سي كوا البروبليم يا اخي يا اخي انا في دوله المؤسسات ودوله والجزائر الجديده دونك ديسي لان ان شاء الله يكون جواب
يكون جواب ان شاء الله. اي واش نقول لكم ان شاء الله ربي يرفع الوباء هذا تاع كورونا ريحوا في ديوركم ونقول لكم صحه رمضان. وانا نسلم بزاف على الناس نقول لهم سمحوا لنا اذا كان تعد سمحوا لنا سمحوا لنا وقول الممثلين اللي يخدموا معنا سمحوا لنا ثاني لانه ممكن نوصل نخسروا يعني ماديا في نوصل ويخسروا فنيا اوسي يعني صراحه العمل مليح. بالمناسبه راح نبعث لكم راح نشوفوا لابوندانونس اللي راهي من عندنا ماهيش من قناه شروق ولا من جهه احنا اللي خرجنا عندنا لابوندانونس حاجه شخصيه عندنا لابوندانونس راح نشوفوها راح نشوفوا العمل اللي ما راكينش راح نشوفوه في رمضان اللي حرمونا منه وان شاء الله يكون بيان رسمي من الاحسن. فوالا صح رمضانكم وكل عام وانتم بخير. كيش ماكلة؟ مالك؟ مالك؟ تاكل ايش ميو؟ عملية صعيبة وغالية؟ شحال درجة العملية هذي؟ شحال شواش؟ 5 ملاير. شماليش؟ بنعاونك، أنت ما تغلى عليك مالك؟ شوف بيك لو بيك، محمود الكوشمار بين يديك، تمنيت 5 ملاير، واش المطلوب مني؟ توقفوا! إلى السماء! إلى السماء! إلى السماء! شمحوني بركة، شمحوني شخصيكم برك، شمحنا كيروحوا للشمال، أنتم تبقاو تدوروا هنا ولا كيف ما تجيش معنا؟ ليس الآن. ليس برم غاشين ودريهم بارتو. مهمة قادرة لازم لها رجل قادر كيمانا. اسم الشعب يعرف باللي رانا أبرياء. لا ديزينوسون. وأنهما هما من كان يديران دواليب البلاد. السلام عليكم. الزول في النوال الإعدام شنقا حتى الموت. إذا أنت شاعدك الإعدام حتى إحنا شاعدنا سيد القاضي. المهم ما نموتوش هذا مكان. لا هذا نحبكم تكونوا واجدين وحاضرين على خاطر هذه القضية مهمة كبيرة بالنسبة لي. شنو هو البوان فابل تاعك؟ معمر بالحب والرحمة. سام بسيكوبات بصمش واحد كما هو مهبول وبدون إطالة طالبين الحشب ونسب إن شاء الله طالبين يدكم وتعرفيني تعرفيني باللي عندي الوفاء والإخلاص والشرح قيوش مين جاك الوفاء يرحم والدي مين عارفك وانت شاموتي غدار وما تسواش. أنا نقول لك بزوج كلمات في القضية زينها تاكي يا خوكي يا خوكي